تمهيدا للحدث الأكبر أقيمت أمسية صلاة في عمان والقدس تزامنا مع ما أقيم في بازيليك سانتا سابينا في روما عشية إعلان البابا فرانسيس قداسة 4 راهبات في سنة الحياة المكرسة، منهن راهبتين عربيتين وهما الأم ماري ألفونسين مؤسسة راهبات الوردية المقدسة ومريم ليسوع المصلوب مؤسسة دير الكرمل في بيت لحم، حيث أقيمت أمسية صلاة في ساحة مدرسة راهبات الوردية في شميساني في عمان بحضور رئيسة الكلية الأخت ميشلين معلوف وعدد من الشمامسة والرهبان والراهبات وجمع من المؤمنين. كذلك أقيمت أمسية صلاة أخرى في كنيسة الوردية في مزار الأم ماري ألفونسين في مملة القدس. وفي روما ترأس غبطة البطريرك فؤاد طوال بطريرك القدس للاتين الأمسية التي أقيمت في بازيليك سانتا سابينا في روما بحضور البطريرك غريغوريوس لحام بطريرك الروم الملكين الكاثوليك ومشاركة عدد كبير من الأساقفة والرهبان والراهبات وخاصة من راهبات دير الكرمل وراهبات الوردية في الأردن وفلسطين تترأسهن الرئيس العام أنيس اليعقوب وعدد من الشمامسة وجموع غفيرة من المؤمنين الملتئمين من مختلف أنحاء العالم خاصة من الدول العربية. وفي صبيحة اليوم التالي شخصت العيون كلها للحظات انفصلت العالم عن حدث التقديس العظيم ليعود للمشرق نور القداسة من جديد، حيث ترأس قداسة البابا فرانسيس القداس الاحتفال الذي أقيم في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان ليعلن فرحا للعالم بتقديس 4 راهبات 2 عربيتين ليعلو صوت التصفيق مع رنات أجراس البازيليك ودموع غزيرة رمزا للفرح الغامر قلوب المؤمنين من مختلف جنسياتهم. وحضر إعلان التقديس الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رأس الوفد الفلسطيني ورئيسة بلدية بيت لحم والناصرة، وأيضا حضر سعادة سفير الأردن في باريس وروما السيد مكرم القيسي، وحضر البطريرك فؤاد طوال بطريرك القدس للاتين والبطريرك غريغوريوس لحام بطريرك الروم الملكين الكاثوليك وجمع من الكرادلة والأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات من مختلف الكنائس الكاثوليكية والمؤسسات والجمعيات الرهبانية في العالم، ووفود كبيرة فاقت 3000 شخص قادمة من الأرض المقدسة والعالم. وتحدث البابا فرانسيس في عظته عن فرح العظيم بأن يشع نور المسيح مجددا بإعلان القداسة خاصة في الشرق المتألم طالبا من الجميع قائلا اتحدوا في المسيح كالأغصان في الكرمة مؤكدا أن المحبة هي التي تربطنا معا وبالعالم المسلم.
لحظات مليئة بالقداسة والفرح عاشها العالم كله، وخاصة الأراضي المقدسة، حين رفرف علم الأردن وعلم دولة فلسطين، والذي تزامن حفل التقديس مع اعتراف الفاتيكان بها لتتم غبطة المؤمنين جميعا مسلمين ومسيحيين، وتثبت الأراضي المقدسة للعالم مجددا أنها أرض النور والمحبة والخلاص، الأرض التي ولدت بها البشارة وظهرت للعالم لتضيء بالقداسة. باسم السمعان من الفاتيكان، نورسات، الأردن.